رمضان كريم. من أهم الأمور التي اكتشفت طبعاً في العالم وغيرت العالم بشكل جذري هي الزجاج. ورث المسلمين الزجاج، صناعة الزجاج، من الرومان في الشام ومصر، وطوروها بإدخال تقنيات جديدة كالضغط على الزجاج الحار مثلاً بخاتم نقشت عليه تصاميم أو زخارف معينة، أو نفخه مثلاً في قوالب وحفر. وأوصل المسلمون زخرفة الزجاج إلى درجة عالية من الإتقان، ونوعوا في المنتجات الزجاجية، وبحلول القرن تقريبا 13 بلغ الزجاج الشامي روعة وشهرة في جميع أنحاء العالم. وكانت أيضا سامراء في العراق مشهورة جدا بصناعة الزجاج. وقيل أيضا أن ذات العالم الذي ذكرناه مرارا في هذه السلسلة، عباس بن فرناس، هو الذي ابتكر تقنية قطع البلور في قرطبة خلال القرن التاسع، لأنه كان يعلم الخصائص العلمية للزجاج. المزيد عن هذا الموضوع في طقس العرب في التعليقات أدناه. إلى اللقاء.